السلام عليكم. هذا الفيديو راح يكون قصير نوعا ما، وراح اقدم لكم به نصيحة صغيرة عن هاتف الريلمي 6 برو. خليكم بالفيديو. اهلا بكم مرة ثانية. هاتف الريلمي 6 برو حاليا متوفر بالعراق وبسعر 295 دولار لنسخة 8 رام وذاكرة 128 جيجا بايت. وصراحة برأيي الشخصي اشوف ان سعر هذا الهاتف غالي ومبالغ به بالنسبة للمواصفات اللي يجي بيها، واضافة الى ان المواصفات اللي يجي بها الريلمي 6 برو هي نفسها موجودة بهاتف الريدمي نوت 9S، ولكن مع فروقات تتمثل بال 90 هرتز بالنسبة للشاشة، وأيضا بالنسبة للشحن السريع، وأيضا الكاميرات. ولكن لو تكلمنا عن هاتف آخر مشابه للمواصفات الموجودة بالريلمي 6 برو فهو جهاز الريلمي 6. الفروقات الموجودة بين الريلمي 6 والريلمي 6 برو هي محصورة بالكاميرات فقط. نسخة البرو من الريلمي 6 تجي بكاميرا ثانية بدقة 12 ميجا بكسل تليفوتو اللي هي مخصصة للزوم، وراح تنطيك اوبتيكال زوم أو زوم بصري 2X، بينما الكاميرا الثانية بنسخة الريلمي 6 راح تكون الترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل، يعني الريلمي 6 ما راح يحتوي على عدسة مقربة. وايضا بالنسبة للاختلاف الثاني فهو بالكاميرا الامامية. الريلمي 6 برو يجيب كاميرا امامية مزدوجة، كاميرا اساسية بدقة 16 ميجا بكسل، وايضا كاميرا ثانية الترا وايد انجل بدقة 8 ميجا بكسل، بينما الريلمي 6 يجيب كاميرا امامية وحيدة بدقة 16 ميجا بكسل. هسه لو تكلمنا عن المعالج فكلا الجهازين يجون معالجات مختلفة. الريلمي 6 يجيب معالج من ميديا تيك هيليو جي 90 تي، والريلمي 6 برو يجيب معالج من سناب دراجون 720 جي. بالرغم من انه معالج الريلمي 6 يجيب معمارية 12 نانو متر، وهذا الشيء اللي راح يخلي معدل استهلاك الطاقة اعلى، ولكن بالرغم من هذا اداء هذا المعالج راح يكون افضل من سناب دراجون 720 جي، وخاصة مجال الالعاب. وايضا لو تشوفون تجارب الاداء على منصة الانتوتو، الريلمي 6 بمعالج الهيليو جي 90 تي متغلب على الريلمي 6 برو بمعالج سناب دراجون 720 جي، لذلك بهاي الحالة الريلمي 6 راح يكون خيار افضل لك من الريلمي 6 برو. بالتأكيد هذا رأيي، واكيد الخيار يعود لك انت. وايضا بالنسبة للسعر هاتف الريلمي 6 فهو 245 دولار لرام 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت. هذا كان كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، وبالنا لا تنسى أن شاركنا رأيك في الفيديو في مكان التعليقات. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.